السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. جعنا لكم فيديو جديد. هذا الفيديو هو جيم من دون مواجهات، من دون اي شيء، جيم عادي. ف اللي موجود بهذا الجيم هو تجربة سكوادي. حبيت اجرب سكوادي اولا واشوف ردة فعلهم وشو رأيهم فيني، وتاني شيء بكون عبارة عن راح يكون جواب لبعض الاسئلة اجتني بالتعليقات. اجتني اسئله بالتعليقات، ليش ما بتغير سكوادك؟ سكوادك ما ضعفاء كتير، لازم تبدلهم هيك. انه من الحكي اجاني اسئله كتير، تعليقات كتير. فحبيت اول شيء اعمل مقلب، ثاني شيء اشوف سكوادي شو رايهم فيني وكيف راح يكون، وثالث شيء جواب على اسئله على تعليقاتكم. فبتمنى يعجبكم الفيديو. اذا كنت اول مره عم تتابعي، لا تنسى تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس لتشوف كل فيديوهاتنا الجديده وفيديوهاتنا السابقه. وإذا ما وصلك أخبار المكافأة، فالمكافأة راح تحضر الفيديوهات اللي قبل هاد وراح حتى تشوف المكافأة شو كانت. المكافأة هي آيباد و10 رويال باس إذا نوصل 50,000 مشترك، آيباد و30 رويال 20 رويال باس إذا نوصل 100,000 مشترك. وبعد 100,000 مشترك راح نعمل روم مسابقة $600 لأول 3 سكوادات، يعني المركز الأول، المركز الثاني، المركز الثالث. المركز الأول ياخذ $300، المركز الثاني $200، المركز الثالث $100. فكل هذول الجوائز موجودين، فشدوا همتكم وخليكم مستعدين للمكافأة. وشكرا لكم وشكرا للمتابعة، واشوفكم فيديو جاي. السلام عليكم. بلاني بعت لهم على الواتس، قلت لهم تعالوا كابوس بدي لكم موضوع. انا ما راح افتح صوتي. ها انا ما راح افتح صوتي. تمام، انت سكت قبل ما لا لا هلا بنراضيهم بعدين. المهم راح اسكر صوتي وابعث لهم. انت يلا نشوف شو راي الشباب بالموضوع. كابوس والله ما لي علاقه. انا شباب بعتذر منكم، بس هذا الفكره لكابوس، انا ما لي علاقه. بدكم تعملوا تعصبوا وتعيطوا وتروحوا لعند كابوس و تعملوا لكم جرصة هنيك. أنا مالي علاقة بالموضوع خالص. ولك سنايبر شو يا زلمة، كيلر يا زلمة، فايت بالحيط حبيبي. شو هالشخصية يا سنايبر؟ شو هالشخصية؟ مرحبا والله يا زلمة، ما كثير عبر. لا لا لو سنايبر حبيبي، كيفك؟ شو اخبارك؟ والله الحمد لله. انت ما عم تبينوا بشرفي، عيب عليكم يا يا اخي. والله النت وشغل يا زلمه يا زلمه. يا اخي سنايبر عشقان. الله الله يا عاشق، الله يا عاشق انت. سنايبر عشقان مفاضل. حاج تفضح حالك يا زلمه. حاج قدي مين اي يا راسي انت رفيقتك. يلا ما مشكلة، ما عندي شاحن. بس ديروا بالكم على ستانكم شباب. يلا تمام. طلبتك موضوع انت وشو اسمه، انت وسنايبر طلبكم موضوع. بس ليجي سنايبر. يلا شو الموضوع؟ اللهم اجعله خير. الله انت، الله بركاتك يا شيخي، بركاتك انت. روح نزلنا تنشوف وين بدك نزلنا. هلا خلينا نقول هونيك شباب. ايه سمعان. هي لا ايه سنايبر حبيبي عم اسمعك. لا هو شوف لعب فطوم هاي اللي معي، لعبة احلى من لعب قهرمان بكثير. لا بلا والله عند لا والله، هي كمان يوتيوبرية ولعبة حلو على راس يوتيوبريه، بس ما بسمع لك. خلاص تركنا، خلينا نلعب هلا. لا هلا انا طلبكم، تركنا من انا طلبكم موضوع. لا تعلقونا مع بعض. بعت لقهرمان خلي الشباب يجوا، بدي اياهم موضوع. انا وقهرمان انا ما بيرد علي، بس عم يطلع على رسائلي. فهمت شلون؟ على رسائل عم يطلع، ما عم يقرا رسائل، بس اخرط. ما عم يرد علي انه يجاوبني، ما عم يجاوبني. اخرط اخرط اخرط، الكذبه ببلاش. ما قلت له خلي يجوا الشباب بديهم. ربك وين نزلتني؟ جيب ما بعرف وين نزلت. قلت له
قلت لهم بعت خليني احكي مع الشباب رقم الشباب بعد المجموعه راح من عندي. ليه كمان راح على نفس المحل يا زلمه؟ خلي الشباب بدي اياهم موضوع ضروري. هو حكى معكم وانتم جيتوا، كثر خيركم لانه انتم جيتوا فضلتوا علي. عادي يا مثل اخوي حبيبي انت، ايش ما يلزمك حبيبي انت. تسلم يا خالي. صحيح مشان الموضوع تعرف ما انت لابس زهري شو ما غازلك. اكو ربي هو شاف موفمنت يا زلمه. انا وقهرمان تخانقنا. ايوه وليش؟ صاير له فتره ما عم يحكي معي، يعني من تقريبا من الصبح، لا والله من تقريبا من امبارح ما اخر جيم لعبناه انا وياه. شغله عادي ولو دائما انا وياك كمان نتخانق، يعني لا تاخذ هيك المساله بحساسيه. لا ولو لعبنا جيم بوت 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 الله اكبر. عرفني البوت. لعبنا جيم بوت. تعال بدنا نضيفك شاي قهوه يا زلمه. اتخانقت انا وياه، قلت له بعد ما اتخانقنا بعد عم ببعث له رسائل كمان ما عم يرد علي. وهاي في بنت معنا فطوم، هي كمان قلت لكم بداية الجيم لازم ما تحكي قدام له ومسكت له قهرمان. لا ما بحكي يا صوتي، انه هي كمان يوتيوبريه طلبتني انه انا انضم للسكواد تبعها. فهمت شلون؟ وانا قلت عندي وقفات بدي اساله. تنضم لسكواد مين؟ تنضم لسكواد مين؟ سكواد فطوم. شو هاي هيك؟ ايوه كمل. حجي انت عم تتغشمن علينا ولا عم تضحك علينا؟ لا هلا الله انت الله يا كفو انت. خليني احكي. قلت لك في خليني اسال الشباب. هلا اسبوع عم تلحقني ما عم يعني ما عم برد عليا. قلت لا في ماما ولا في بابا، ايش بدنا الزبده؟ الزبده مساجر على الزبده انت. بده يعني يضم على الكلام تبعها. كابوس قبل كل شيء انا ماني مع، يعني مشان تعرف. الله 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 كلياتكم مع مو قصة مع. خلينا احكي. ما انتم كل ما عم بحكي بتقاطعوني، وانا طلبتكم بشيء وانتم يلا. طيب اعطوه مجال للزلمه يحكي. ولاني حبن كملي. هي هاي البنت طلبتني من اسبوع ما عم رد عليها، تمام؟ عم قال لها ماني فاضي انا مشغول، ما انا قهرمان ما عم العب معه كثير وهاي الشغلات، تمام؟ عم بتحجج معها. ليك هي معنا وعم تسمعنا. طلبتكم قلت لكم بدي يعني اخذ رايكم، شو رايكم انتم؟ شو رايكم اترك سكواد قهرمان وانضم على السكواد فطوم. بدها سكواد يعني هي سكواد. عم تمزح؟ هي عم تمزح. هي شافت لعبنا، هي شافت لعبنا. ما اسمع. لا ما مو مزح. هي قالت انه انا شفت لعبكم ولعبكم حلو وقهرمان اناني كثير، يعني اناني للدرجه ما بتتصور. ما بسمع. وقف. مين اناني؟ يا حرامي. قهرمان اللي عم يقول مين؟ ايوه وحش شباب. هلا اذا ما كان اناني كان يرد علي مع انا طلبكم. شوف انا بعثت له ما بسمح لك. ما بسمح لك تابوس كمان. مو تسمح لي ما بتسمح لي. هي الحقيقه خليني ادخل السياره وبعث لهم رسائل استفزهم اكثر. الحقيقه خيو هو اناني قهرمان. تمام قهرمان خيو نوب بوت اناني. ايش ما يكون خيو نحن معه. اوكي ما انا مو مصاير معكم. انا بدي على طلبتك انا على شيء واحد بس، انه انا انتم شو رايكم انا انضم للسكواد ولا لا؟ ما الا دخل حبيبي عندي طلعت قاين انت. لا 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 علينا ولا شو دوم بدك تقرأ واغلى صاحب عندك وتروح ورا بلد ورا ما بعرف يوتيوب ورا ما بعرف شو. لا وهي تعرف شلون لا ما بطعن. لو كان بطعن بظهره كان هي دفعت لي بتعرف على كيس سيزن $200 وما راحت لعندها. شباب لك حلي عني كمان بدون تعصي بنتي. لا اصلا بربي هاي جاي للفتنه بس. مين هي يا اخي؟ مين هي رفيقتك؟ هاي بوت جاي للفتنه يا زلمه. انه طلبت صار الضرب فطمه متعلمه تتكلم من بدايتها.
اسمع دفعتني مصاري وما تلاقيت قهرمان انا. شو 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 وقف 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 شو دفعت لك؟ قال وقف ما قال لك وقف بالسيارة ما قال لك وقف سيارة. دفعتني 30 دولار وما دفعت عندك. دفعت لك مصاري؟ ايه دفعت 300 دولار كمان ويعني انا امرك معلم بس لا تعصب. شوف اعطتني 300 دولار حبيبي يعني كل سيزون تشحن لي 300 إذا دولار. انت خاروف غيرك ما هو خاروف تمام. لا مو انه الخورفه مو خورفه لا تزعل مني ما تفهموا ما تفهموا مو خاروف كل 300 دولار ايش الحكي هذا؟ ولك مو قصه خورفه لو اقسم بالله مو قصه خورفه بس قصه انه شو انا لك سكتي من بعد اذنك لوش ترى ما ادري اذا كنت كردية سكتي خلاص فطم فطم مشكلة بيني وبين سكوادي رجاء لا تدخلي خليني انا وياهم نحل القصة بيناتنا خلينا نحل القصة بيناتنا. لا تكمل لك ايش تنحل لا تكمل حبيبي لا تكمل يعني لك ما توقعت على هالحكي لك ايش اسفل لك حلي عني ولو غصب والله. لا كيلر كيلر صوتك ضعيف حبيبي. حبيبي صوتي ضعيف مو ضعيف انا هالشي ما بيهمني انا هالشي بيهمني بس صوت علي صوتك شوي علي صوتك شوي خليني اسمعك. ما هو سنايبر عم يحكي جنبك ما عم اسمع شيء والله العظيم يعني انا طلبتكم انا حسبتكم مثل اخي يعني اثنيناتكم مثل اخوي اخوات عن عين والراس بس قهرمان لحال قهرمان خط احمر تمام. لا اقول لك ما صوتي منيح اي هاي صوتك منيح اي ما بقول لك انه انا مثلا بدي انا طلبتكم شيء وانتوا عم تفعلوا شيء ثاني فهمت شلون انا طلبتكم موضوع انا طلبتكم اي واحد يحكي عليه غير تمام ولا شيء اي اول شيء وثاني شيء نحن ما بنتخرب ولو عنده مو يموت قهرمان لك لا يا فاطمه كلر عندك شيء هيك بطيخه ما بطيخه نزرعهم للشباب القهرمان اناني. لا هو قصد اناني هاي جاي عم تقبر لا هو اناني اناني لك اناني ولا لا تكم كابوس 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 لهون وقف كابوس لهون وقف هو اناني خليني اتحركش فيهم شوي لو ما كان اناني لو ما كان اناني لو ما كان اناني كان رد علي انا ما هو اناني ليش انا مو من الاول انا اناني اول ايه شو عليه ليش تلعب من الاول ولا بحسبه على اللعبه انا بحسبه مثل اخي بس المشكله هاي الانانيه اللي صارت عنده ما انك اخو ولا بطيخ لو اخو ما بتكون حبيبي لو نروح والله طاهره البوتات هاي كفو فطوم لك كفو فطوم دي حل عني ولو انا رايح اشيلهم كمان كفو فطوم كفو كفو فطوم مو قصة انانية يا شباب انتوا عم تحسبوها اناني ما بعرف شو لا لا تغلط لا لا تغلط زادة انا طلبتك زادة لا تغلط لا, لا تغلط زادة لا تغلط علي حبيبي مين غلطت عليك مين لا تغلط علي ايه وقف لا ثواني ثواني كابوس 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 اذا مسح بربك ماني فاضي له ماني جاي اقسم بالله ماني فاضي اذا مسح اترك المسح على جنب شباب قهرمان اناني شباب قهرمان اناني شو بس بدي اعرف كابوس انت وين كابوس انت وين لك فطوم لك فطوم ربك سكتي احسن ما امد ايدي من التليفون ولو انا بدي اسحب سكواد منه ربك سكتي ولا احسن ما امد ايدي من التليفون فطوم قلت لك من شوي لا تتدخلي بيني وبينه لا تسحب سكواد منه لك لك شو عم تقولي انت؟ فطوم 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 قلت لك لا تدخلي بيني وبين سكوادي بس انا اسمي بونيشير بونيشير تمام؟ سكواد قهرمان اذا مو سكواد قهرمان يعني لو علاقتك بمسح اللعبه ما بغير اسمي تمام؟ هي خليها قاعده هيك بحلقه باذنك تمام؟ ومع قهرمان على الموت واللي بصير عليه بصير علينا علينا كلياتنا واذا ما بتعرفينا سالي عنا بتعرفينا منيح نحن خراي على اليوتيوب وعلى المصاري تمام لا ابو جاكلي لا على ابو جنب انت هيك مصاري لك انت عم تقول لي 300 دولار ما بعرف شيء
تعالوا خدوني. لك هي دفعتني 300 دولار انا ما تفرق عندي، ما تفرق عندي. قهرمان ما يفرق عندك هلا؟ شلون؟ قلت قهرمان ما يفرق عندك ولا شو ما فهمت منك؟ قلت لك المصاري ما بيهمني، ما يهمني المصاري. لو مو مثل المصاري ليش عم تفتح لي المصاري لك انت ها؟ انت انت عم تقول مصاري وما بعرف شو، ما بعرف شو، وين المصاري؟ حبيبي وقف. مرة ابوي حكى لي كلمة تمام؟ الانسان بيسوي المصاري مو المصاري بيسوي الانسان، تمام؟ مزبوط. خليها حلقة بدناك هي مشان المصاري يعني مال الدنيا كله ما بيعرف حالي تمام. لو كنت لاحق المصاري كان زمان تارك تدعسني الواطي تمام. ايوه خلينا نكون احسن من التعي ابوي شكلكم لك ماني لك ماني مستوعب كيف هالحكي. لك هذا هذا اليوم شربان هذا مو طبيعي هذا بدون لا لا يا اخي البنت يا شباب من بعد اذنكم بدون سب مشان مشاعر البنت ما تتحطم يعني بنات ازمه نفسيه وما ازمه نفسيه تجي لكن فكر حالك لا تشتري لها مصاري لكن لا تشتري طرب هاي تتقب تقب راغي يا الله هلا هلا انت زاده 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 انت هلا عم تضرب صديقك تمام زاده هدا اذا انت ما بتطلع من السكواد انا بطلع من السكواد لك نادي هلا حنين له هلا انت زاده وسنايبر هدوا انتوا لو بتقول صاحبك شلون زادا زادا شوف اسمع انا طلبتك حسبتك مثل اخي مطلبتك مو زادا ترك ترك كل شيء انا طلبتك اخوي لح اخوي لحال انا جاي عم باخذ نصيحتك انتوا شو نصحوني هلا شو نصحتوني انت لا انت اذا هلا ترجع على السكواد انا بطلع من السكواد حبيبي اذا بتفوت يعني بتطلع من السكواد انا بطلع من السكواد لانه اذا غدرت قهرمان تقدر فيني كمان تمام بدك تطلع ما تطلع اذا انت ما تطلع نحن كلياتنا راح نطلع راح نوقف وجهك وين ما تروح راح تلاقينا في وجهك شباب يا مشان لك يا اخي لك من وين بدي اجيب نت من وين بدي ما في معي نت يا الله بدون تعصيب قبال يعني ليش شو بدك النت هلا 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 سنايبر انت ليش بدك نت حبيبي تعال شو بدك النت بسم الله تعال شرفي عيب عليك ولو عيب على مين حبيبي عيب على مين حبيبي شرفي عيب عليك ولو عيب على مين انا هلا انا طلبتك مثل يعني بحسبك مثل اخي هيك بتساوي فيني لك حبيبي بلا هالاخوه تمام غدرت القهرمان شو يوم راح تقدر فيني كمان اي خليها هيك الحلقه انا ما غدرت القهرمان واسمي بونيشر اس بي تمام ما غدرت القهرمان اسمي بونيشر ما غدرت القهرمان ما غدرت قهرمان مين قالك انه انا غدرت قهرمان انت لك حلي عن ربي يلعن هيك حال بده يفجرني الواطي مين قالك على مصاري ها لك انت عم تقول شو مين قالك على مصاري بربك لا تفوتني بالحيطان لو طب ما خايف حالي انا انا قلت لك انه انا بعثت وراكم مشان موضوع بدي احكي معكم مو انه انا مو انه قصه انه انا شو اسمه فجر 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 ما معي يا الله هيك بعدي بعدي سموك بعدي بعدي سموك يا بني هذا بعدي بعدي لك تشكيني بعدي بعدي راح يفجروك لك بعدي راح يفجروك اللي لك كمان اليوم غدرت في صاحبنا تقدر فينا كمان حبيبي على اساس تبقى حمام نور القناه مع بعض ما بعرف شو حطهم بعدي بعدي عني لا لا بعدي بعدي حطهم بعدي لك بعدي راح وقف بعدي احيني عم تهددنا كمان احيني يا سلام بعرف هلا بدنا نطلع من بس اطلع من اللعبه انا بعرف شغلي معك كابوس هلا انت شوف 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 هلا هلا انتو
يعني اثبتوا انه انتوا انانيين، ايه انه انتوا انانيين. لسه عم بحكي معك، نحن بدنا هيك، لسه عم احكي معك، نحن بدنا نوصل الفكره. انت اللي فجرتني، ايه انت اللي فجرتني، هاي انانيه اللي عندكم، ايه هاي الانانيه. تمام، انا كمان بدي توصل الفكره انه انا اناني. انا كمان مثل القهرمان اناني، تمام، انا كمان مثل القهرمان، تمام، انا انا لا تغلط، تمام. زاد لا تغلط، اعطيني مجال، اعطيني مجال، اعطيني مجال. زاد لا تغلط، زاد تخون بالعمالة مشان مصاري تخون قهرمان، لا تغلط. وقف وقف وقف. عندي انت وين ساكن برمة ثلاثة؟ ايوه بلش التهديدات. ها خليك ساكت، خليك ساكت، كفو كفو كفو. وين ساكن انت؟ وين ساكن هلا انت؟ انت من شوي ما قلت، ما انا ماني ما بتشرف احكي معكم، ايه ما بتشرف احكي. هايو كفو كفو، لا تعصب، احكي معكم. كيم غير اسمه هذا هو قهرمان خط احمر، تمام، قهرمان خط احمر، اخلاق كل شيء ما بيهم. يعني انا 300 دولار، انا شو جاييني من قهرمان، انا شو جاييني من قهرمان، انا شو مستفاد من قهرمان؟ ما بستفاد شيء من قهرمان، تمام. ليش ليش ما بستفاد شيء منه؟ انا شو استفاد؟ ليش تفايد بسكواد؟ اسمع، ليش حكي ولاد صغار كابوست؟ عم نعمل كل العماير، انا ما بستفاد شيء منه، تمام. لحد هلا انا معه وما مستفاد، لازم تستفيد من اخوك على اساس مو لا اخسر، على اساس اخوك بدك تستفيد منه. عم اخسر معه، عم اخسر معه وما عم استفاد شيء منه. مع كل هالحكي صار لي ساعه عم اقول لكم انه انا وياك خانقنا. ايش عم تخسر؟ وقف وقف، ايش عم تخسر؟ ايش عم تخسر؟ مو انا، مو انا بقول لك مت ايش؟ لا لا انت احكي، انت احكي، انت احكي. لا لا ما بط... انا ما بدي احكي. في ناس عندي، في ناس عندي المتابعين قهرمان راح يحكوا لك. في ناس عندي شباب، متابعين قهرمان قلتوا لي مو؟ فطوم واحد فوق، واحد في واحد فوق فطوم. بشي بشي واحد فوق، هو معه دي بي فوق فوق. فلاي 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 كفو. عملت حرامية يلعن ابو شرف. لا تحكي معي انت خالص خالص. ها هدي هدي شوي، هدي شوي. ما بهدي، هدي لا تحكي معي خالص. لك طول بالك يا زلمة، بلد طول بالك. هدي انا طلبتكم موضوع بس انتو زودتوها كتير. بتشكركم على هذا الشيء. اهلا وسهلا، ميت وردة. اهلا وسهلا، نحن ادى وقدود، نحن ما بنكون صاحبنا، تمام. هلا خايلين مثلك. شوف شوف، خليني احكي مع سنايبر. انت هدي، خليني احكي مع سنايبر، خلي يجي سنايبر. بعد ما يجي سنايبر بنحكي ان شاء الله. اسمع الموضوع ما فيه، انا طلبت شيء، قلت لكم انه هو صاير له فتره ما عم يرد علي. صح او هنا على قلبك يا زادة. اسمع شوف، صح او هنا على قلبك وعلى قلب زادة. عم يبعت لي، خلي يجي بس يفتح صوته. سنايبر 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 يجيت، سنايبر يجيت. اذا اتغلط مع كلمه، اي مع كلمه، اوع قهرمان، اوع سنايبر قدامك. هدي هدي، خليني احكي معك. خلي يجي سنايبر. لا هلا عم بحترمك. لا لسه ما جيت انا، لا ما بسمع. صحه وهنا، اكلتوا المقلب ومقلب صحه وهنا على قلبكم. مالك شو يا ولد؟ مالك شو؟ افتح صوتي واحكي، افتح صوتي واحكي. قهرمان قهرمان يلعن ام اللعبه. تعال 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 تعال، طول بالك، لا تطلع. هلا عن لك جيبه جيبه جيبه. طول بالك سنايبر، بس طول بالك. مو قصد بس مقلب، مو قصد بس مقلب، مو بس قصد مقلب، بس فهمني، هذا مو مقلب يا كابوس. لا نحن مو لازم. لك ليك ليك لك حاج تقول مقلب، حاج تقول مقلب، حاج تقول مقلب. خليني اشرح لك، هذا تيز بيقول مقلب. حاج بس خليني اشرح انا، اشرح 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 لك. عيب عليك، كيف ربك تركنا من اللعب من المسخره. لك بس طول بالك، قول لي ايش بدك. انا بدي أيوه. أيوه. انا فضل. عملت فيكم هيك شيء اثبات انه الشباب عم يقولوا لي بدل سكوادك، سو سكوادك ما بيعرفوا يلعبوا نوبات. انا قلت لهم انا سكوادي ما ببدله، لانه العلاقه اللي بتربطنا مو انه اللعبه وبس. فحبينا نعمل فيكم هالمقلب هيك هيك البسيط. لا. انه نشوف شو ردة فعلكم علي وتشوفوا تضحكوا. قهرمان كل شيء لحاله هيك لحاله. قول له متابعينك خلوا سكوادي، ما سكوادي نوبات ما بدي بدل.
بس جاي تعمل فينا هيك والله مو ولاد صغار، لو اقسم بالله لك نحن مو بعرفك ولاد صغار. بعرفك مو ولد صغير، لساتك بالحفوضة. اجل على اجل على اجل على اجل زادة زادة شلونك قلبي، لا تزعل، تعال تعال يا زاد. الو 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 الو، بس بدون مسبات شباب، طولوا بالكم بدون مسبات، عيب عم نصور، الا بكره متابعين راح يشوفوا لك. عيب عيب لك حاج، تسب حاج. كابوس انا صراحه ما احترمتك، احترمت لزاده بس فقط، بس ما احترمتك لك قدامك. عم تقول سنايبر تعرف ايش سويت فيك انت واي ولا اشو كمان مع الدلع، دلع اسم دلع فطومه طمع عم تستحمل بامبرز فتومه. شو عرفك ولا تري حالك يا فتومه؟ شو عرفك اني بستخدم بامبر؟ استور حالك سنايبر، عيب عيب يا حبين مثل العين الحمراء كوني. لك خلاص خلاص خلاص، بس هدي بس هدي بس هدي بس هدي بس هدو. عيب حبيبي، ما لي علاقه، بتتفاهموا مع كابوس، انا راح اطلع باي عليكم شباب. اسمع 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 لا لا زادة زادة كابوس، لازم كل واحد تعطونا كارت. كابوس راحت فيها، كابوس كابوس راحت فيها يا كابوس. شباب شوف توجهوا كلام للمتابعين. انا بطلب من قرمان، انا بطلب من فطومة. فطومة شو توجهوا كلام للمتابعين اول شيء؟ نحن سنايبر تفضل. لا انا اخر شيء. شو هي بالدوريه يا زلمه؟ خلص كيلر شو قسم بالله انت لا تقول. حلف حلف مشان حلفان وما يصوم ثلاث ايام. ايام بالرمضان ما بيصوم. بحب اوجه رساله للمتابعين انه نحن ما بنطحن بظهر قهرمان، لو المال الدنيا كله يعطونا نحن ما بنطحن بظهره. اول شيء اللي بيكون صاحبه بيكون اي واحد من كان، نحن ما عندنا هيك شيء. انا صحيح اسمي زادا كيلر، بس يعني الصدر لقهرمان والعتبه الي، انا هيك عندي خط احمر قهرمان، بدي احكي عليك انه حكى علي سنايبر. وهذا هو انتوا مصاري للسنايبر وبيلعب مع الكل. يبيع القهرمان. يبيع قهرمان، لسه من شوي من الجيم ما كان يبيع قهرمان، هلا بعد ما عرف مقلب بيبيع قهرمان. وكابوس لا والله عن جد يلا كمل صراحة. لا لا ايش كابوس ما يحكي اصلا. اتفضل. نثبت لكم انه نحن منوط، نحن بوتات لعبنا هيك، يعجبنا هيك لعب، بس ما بنطحن بظهر بعض مثل كابوس، ما بنضرب ظهر بعض. يعني هلا هو قائد السكواد، قهرمان قائد السكواد، على عيني وراسي هو قائد السكواد، بس انه شيء ثاني. ما دام قهرمان ما يجي تعليقات ما بنبيعنا، نحن ما بنبيعه، ما بنبيعه لا بالمصاري ولا بالرويال. منيح ما سكت حالي. خليت شي انت ما شاء الله، منيح ما سكت حالي، لسه الفيديو كلياته بدها تصير طوط 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 طوط. المهم قولوا للشباب حطوا سبسكرايب وكومنتات ولايكات. لا تحطوا لايك، لا تحطوا سبسكرايب، والله يزيد ويبارك، حطوا لنا ديسلايك. كتروا ديسلايكات شباب، ما حدا يسمع منهم. حطوا لايكاتكم وشيراتكم، بشوفكم فيديو جديد وان شاء الله عجبكم المقلب، والسلام عليكم. والسلام. اذا بدكم مقلب ثاني او شيء، اي مقالب اكتبوا لنا تحت بالتعليقات، والسلام عليكم.